بس بداية تعريفية أنه هذه يمكن حلقة رقم 5 من سلسلة الحلقات اللي جمعية فكر وبناء بدأت تبثها خلال شهر رمضان المبارك عن الصحة النفسية، وهي يعني جلسات أو محاضرات توعية قصيرة لمدة ساعة واحدة لكل جلسة، الهدف منها تعريف الناس باللغة العربية بقضايا الصحة النفسية وبشكل خاص الأمراض النفسية. يعني أنا طبيب نفسي فأرى الأشياء من زاوية المرض بشكل خاص، يعني لما when things go wrong، يعني لما الأشياء بتروح بشكل خاطئ. خلينا نقول ما عم نحكي عن الصحة، عن الوضع الصحيح بقدر ما عم نحكي عن الوضع الخاطئ. مثل ما قلنا الجلسة هاي الجلسة رقم 5، في عنا جلسة قادمة الأسبوع القادم، واحدة باقية السبت القادم الساعة 5 بتوقيت مانشستر كمان، وستكون هذه الجلسة عن موضوع الردود النفسية أو الشيء بيسموه يعني الردود أو التروما، psychological trauma بشكل عام، وبشكل خاص عن موضوع تناظر ما يسمى بتناظر ما بعد الصدمة النفسية أو post traumatic stress disorder، اللي هو بهمنا كلنا، بس بشكل خاص بهمنا في سياق الوضع في سوريا والعدد الهائل من الصدمات والردود النفسية التي تعرض لها السوريون خلال السنوات الماضية. كثير بيسرني أنه في ناس من سوريا عم تحضر معنا في هذه الجلسات، وقلبنا مع الناس في سوريا دائما. جلسة اليوم كنت عم أحكي الناس اللي هلأ انضموا لنا، كنت عم أحكي أنه جلسة الأسبوع القادم ستكون آخر جلسة في هذه السلسلة، وستكون عن تناظر ما بعد الصدمة النفسية أو عن ردود الصدمة والصدمات النفسية بشكل عام. جلسة اليوم هي عن اضطرابات الشخصية، الشيء اللي بيسموه personality disorders. لأعطي بس مقدمة بسيطة، مثل ما حكيت هذه الجلسات هي من تنظيم جمعية فكر وبناء Rethink Rebuild Society، اللي أنا فخور بأن أكون جزءا من هذه الجمعية جميلة جدا والأشخاص اللطيفين والطيبين القائمين عليها. شكر خاص للدكتور هيثم الحموي، لدكتور معاذ ولدانا اللي سهلوا هذه الجلسات. الجلسة مدتها ساعة واحدة وستكون تفاعلية، بمعنى أنه أنا أرحب بأسئلة أو حتى توضيحات أو استفهامات أو اعتراضات الحضور، الناس اللي عم يسمعوا. إذا كان في شيء مو واضح أو حكيت كلمة الناس ما حبتها، فيا ريت إنه تراجعوني أو تشالنج مي، يعني جادلوني فيها. أو إذا في أسئلة مو واضحة، نتمنى أن تكون الأسئلة يعني في صلب موضوع اضطرابات الشخصية، وليس لأنه موضوع الأمراض والمشاكل النفسية موضوع كتير كتير واسع، فعم نحاول نحصره نحن بموضوع واحد كل مرة. بنفس الوقت قد اضطر اعتذر عن الاجابه على اسئله حالات خاصه، ولكني ساكون مسرورا ب يعني محاوله الاجابه على اسئله انه كيف نحصل على مساعده في قضايا معينه، ولكن قد لا ادخل في سيناريوهات لحالات خاصه معينه، لانه ما كثير سهل انه نحكي بعلاجات تفصيليه لحالات خاصه على هذا منبر. يعني ليش عم نحكي عن اضطرابات الشخصية اليوم؟ لأنه أولاً ما كتير ناس تعرف إنه في شيء اسمه اضطراب شخصية. في ناس تعرف عن الاكتئاب، عن القلق، عن الانفصام اللي حكينا عنه الجلسات الماضية، بس ما في كتير ناس تعرف إنه في شيء ممكن ناس تكون فعلاً عم تعاني من شيء اسمه اضطراب الشخصية، وهو مرض أو مشكلة نفسية يمكن على الأقل يمكن أن تتحسن ويمكن طلب المساعدة في شأنها. السبب الآخر أنه هي أمراض شائعة جدا، يعني يمكن لمحت المرة الماضية أنه أمراض الاضطرابات الشخصية أو الـ personality disorders بنسميهم
يمكن واحد من حوالي 10 من بيناتنا او تقريبا 10%، حتى في احيان بيقولوا حتى 15% كمجموع عموم الامراض الاضطرابات الشخصيه. واحد من 7 او واحد من 10 من الناس يعاني من اضطراب في شخصيه. يعني عم نحكي عن مرض نفسي، ما عم نحكي عن شخص عم يعاني من بعض التفاصيل المزعجه. بمعنى مرض نفسي يمكن المساعده فيها او بحاجه الى المساعده. السبب الاخر ليش عم نحكي عنها، لانه هي في نسبه وفاه وبشكل خاص نسبه انتحار عاليه كمان في بعض انواع الامراض الاضطرابات الشخصيه هلا بدنا نحكي عنهم، خصوصا اضطراب الشخصيه الحديه. خلينا نتذكر اضطراب الشخصيه الحديه البوردر لاين بيرسوناليتي ديسوردر، في نسبه وفيات بشكل خاص نسبه انتحار عاليه جدا مقارنه مع الامراض النفسيه الاخرى. يعني حتى 10% من الناس قد يموتون انتحارا، وهي نسبه كثير يعني عاليه. السبب الآخر وقد يكون السبب الأهم أنه هدول الأشخاص بيعانوا كثير، هن بيعانوا، الناس اللي حواليهم بيعانوا منهم كثير، ولكن يعني كأنه في معاناة بصمت. الناس حواليهم بتبلش تكرههم، بتبلش تنفر منهم، وهن هذا بيزيد من معاناتهم، بدخلوا غير اضطراب الشخصية اللي عندهم، بدخلوا باكتئاب، بدخلوا بعزلة، بدخلوا بمشاكل إلى أول ما لا آخر بينات الكحول والمخدرات وإلى آخره، لحتى يحاولوا بس إنه يكوب، يعني يحاولوا يتحملوا الظروف اللي هن فيها. فإذا عم نحكي عن ناس بالتعريف يعانون معاناة شديدة. طيب النقطة الأخيرة ليش عم نحكي عن اضطرابات شخصية، هي لأنه في ستيغما يعني حواليها، في وصمة، في prejudice يعني في تحيز كبير حتى ضمن أوساط الطب النفسي وضمن أوساط الخدمات الصحة النفسية. في تحيز وفي تمييز سلبي، خلينا نقول مواقف سلبية جدا من هؤلاء الناس اللي يعانون من الأمراض، من أمراض اضطرابات الشخصية. وهلأ نحكي ليش. فإذا نحن عم نحكي عن مشكلة هي أكثر شيوعا بكثير من الاكتئاب والقلق والفصام وثنائي القطب وغيره وغيره وغيره. ومع ذلك يعني في الأوساط في الوطن العربي مثلا، في المكتبة العربية خلينا نقول، هناك يعني القليل من العلم في هالمجموعة من الأمراض. طيب قبل ما نحكي عن شو معنات اضطراب الشخصية، يمكن لازم نعرف شو معنات شخصية. يعني وقت عم أقول شخصية مضطربة لازم أعرف شو معنات شخصية قبل ما هيك. الحقيقة يعني الحديث عن تعريف الشخصية قد يقودنا إلى يعني مجالات غير المجال النفسي، مجالات قد تكون فلسفية، مجالات دينية، مجالات أخلاقية، مجالات قانونية وإلى آخره. وتعريف شخصية ليس أمرا سهلا أبدا يعني، ولكن هناك تعريف كثيرة، هناك طرق مختلفة للحديث عن ما معنى الشخصية. رح أخذ يعني طريقة كثير بسيطة اللي هي طريقة علم النفس أو الطب النفسي في فهم ماذا نعني بكلمة الشخصية، اللي هي يعني الشخصية هي مجموعة من الخصائص، مجموعة من السمات بنسميها characteristics، بنسميها traits، صفات التي يعني يمكن أن يصف الشخص نفسه بها أو يمكن أن يصفه الآخرون بها. الناس اللي حواليه ممكن تقول لك إنه هذا شخص هيك ممكن أوصفه. اللي فإذا هي مجموعة من الخصائص، مجموعة من الصفات، مجموعة من السمات التي تميزه عن غيره مثلا، السمات التي اكتسبها الشخص خصوصا خلال الفترة يعني الفترة الأولى من عمره، يعني فترة ما قبل البلوغ خلينا نقول، طور هذه السمات خلال فترة من عمره حتى مرحلة البلوغ، وهي عادة صفات ثابتة أو سمات أو خصائص ثابتة يتمتع بها الإنسان يستمر بالاستمتاع بها لنهاية عمره. طبعاً إذا حدث للشخص أحداث خطيرة أو عنيفة أو ردود نفسية مثل ما نحكي الأسبوع القادم، ممكن لهذه الصفات أن تتغير، ولكن بشكل عام نحكي عن خصائص ثابتة
ضمن بشكل نسبي، وصفات يتمتع بها الإنسان تميزه عن غيره، وهي الصفات التي طورها الإنسان جزء منها، أو كيف طورها جزء من تطوير هذه الصفات له علاقة بالجينات المورثات، صفات أهله ومحيطه، جزء منها له علاقة بالبيئة التي نشأ فيها والخبرات الحياتية والتجارب الحياتية التي مر بها. فهي هي الشخصية. الشخصية هي مين أنا؟ الشخصية هي أفكاري، هي المشاعر اللي بمر فيها، هي طريقة تعاملي مع الأشياء، هي سلوكي في مواقف مختلفة، هي طريقة حلي للمشاكل، معالجة المواقف اللي بمر فيها، وهكذا. فإذا مثل ما عم نشوف أنه هو مفهوم أو تعريف شوي عام وليس يعني محددا جدا، ولكن باختصار عم نقول هي مجموعة خصائص، مجموعة صفات وسمات. يعني إذا سألك واحد أنه كيف، سألني واحد مثلا مصطفى الأشقر كيف توصفه، فأنا ممكن يطلع معي شيء 7 من 10 صفات شخصية. ما عم نحكي على الشكل الخارجي، وإنما عم نحكي على صفات الإنسان الشخص. بعتقد أنه هاي هي أهم شيء مثلا الناس ممكن بهم تعرفوا عني، وكل إنسان عنده مجموعة من هذه الخصائص. طيب أنا قلت أنه هذه الصفات تساعدنا في أنه نمشي بحياتنا ونستمر ونعمل علاقات مع الآخرين، نعيش حياة نسبيا فيها كم من الاستقرار، بتخلينا نحل مشاكلنا، بتخلينا نتعامل مع الدنيا، بتخلينا نروح على الشغل ونجي وإلى آخره، نحقق أهدافنا وطموحاتنا إلى آخره. هلأ وقلت أنه هالصفات تبدأ من يمكن من بداية الحياة، وشوي شوي بتتطور تتعدل لا يمكن مرحلة البلوغ، وبعدها بتستقر وتصبح هذه هي صفات الإنسان وتعبر عن شخصيته لنهاية حياته. طيب هلأ في بعض الحالات هذه الصفات الشخصية، هذه السمات، هذه الكاركترستيكس أو الكواليتيز أو التريتس، خلينا نسميها بالإنجليزي يقولوا personality traits، يعني سمات شخصية، هذه السمات قد تكون هي نفسها سبباً في معاناة الشخص. يعني عم نحكي عن هم بلش نحكي عن اضطرابات الشخصية. فإذا هي لما بعض هذه السمات بتكون هي نفسها فيها مشكلة، بمعنى ما بتكون عم تساعد الإنسان ليعيش حياته ويتعامل مع الآخرين بشكل مرضي وبشكل يكسب من خلاله ثقة ومحبة الآخرين، وإنما تؤدي إلى مشاكل في التعامل مع الآخرين والمحيط وفي تحقيق أهدافه وفي يعني صحته النفسية حتى. فإذا لما بنقول اضطرابات الشخصية أو personality disorder عم نحكي لما هل qualities هاي، هل سمات الشخصية صار فيها خلل أو صار فيها مشكلة. بمعنى ما عدت أنا أحكي عن شخص متعاون وشخص لطيف وشخص أخلاقي وشخص سهل المراس، خلينا نقول صرنا نحكي عن شخص عنيد، عن شخص عنده وسوسة بالنظام، شخص ما بيساعد الآخرين، عم نحكي عن شخص قد يكون علاقاته مع الآخرين فيها شيء من الخلل وإلى آخره. وهلأ بنحكي عن أنواع هذه الاضطرابات الشخصية. فما بعرف يعني عم حاول اشرح، لأنه كمان ما كتير سهل إنه نشرح شو معنات شخصية، شو معنات اضطرابات الشخصية. فإذا نحن عم نقول لما هذه السمات الشخصية تتطور خلال خصوصا خلال فترة يعني الطفولة المتأخرة واليفوعة وبداية البلوغ بشكل يؤدي إلى معاناة الشخص وليس يسهل حياته، فهون نصير نحكي عن اضطراب شخصي. نشوف أنه شخص بيصير في صعوبة في علاقته مع الآخرين، في تعامله معه، في المحافظة على هذه على علاقات طيبة ومثمرة مع الآخرين، بيصير في عنده مشكلة في ضبط مشاعره وتنظيمها، بيصير في عنده مشكلة في حل مشاكله، بيصير عنده مشكلة في تحمل الضغوطات الحياة مثلا اليومية، وبشكل خاص يعني التأقلم مع تغيرات الظروف اليومية خلينا نقول، وبالنهاية يصير في مشكلة بمثلا تحصيل أو تحقيق أهداف، سواء على الصعيد الشخصي، الصعيد المهني، الصعيد العلاقات إلى آخره.
فإذا لما نحكي عن اضطرابات الشخصية عم نحكي عن نمط أو أنماط معينة من السلوك، من الشيء اللي بيسموه الانر اكسبيرينس، يعني خبرتي الداخلية، يعني إحساسي بذاتي، يعني مشاعري المختلفة، يعني أفكاري المختلفة. ففي عنا نمط من هذه الانر اكسبيرينس، الخبرة الذاتية الداخلية أو الوضع النفسي، اللي بيكون مختلفاً بشكل كبير عن أو بشكل ملحوظ، خلينا نقول، عن الشيء المتوقع ضمن الكالتشر، ضمن الثقافة، ضمن البيئة التي يوجد فيها الإنسان. عم نحكي عن نمط من السلوك، من الأفكار، من المشاعر، هو نمطاً غير، يعني غير ملائم للبيئة اللي الشخص موجود فيها، نمط مانو مرن، يعني inflexible أو rigid أو متحجر. هذا النمط أو هذه المجموعة من الخصائص تبدأ مثل ما حكينا بفترة اليفوعة، أو بداية البلوغ، وتستمر بشكل ثابت لنهاية حياة الإنسان. وبالتعريف عم نحكي عن اضطراب، عم نحكي عن مرض نفسي، فإذا عم نحكي عن معاناة. فإذا هذه الأنماط السلوكية والفكرية والشعورية تسبب معاناة للإنسان أو تسبب معاناة للناس من حوله. في من الأحيان الشخص نفسه، مثل مثلاً هل نحكي على مرض اضطراب الشخصية النارسيسيستيك النرجسي، كثير من الأحيان الشخص النرجسي مكيف وعين الله عليه، بس الناس حواليه عم يعانوا منه. طيب، فإذا عم نحكي على أنماط من السلوك أو الشعور أو التفكير هي long standing، يعني هي مستمرة لفترة أو تستمر لفترة طويلة جداً. عم نحكي على شيء اسمه، بيسموه بالانجليزي pervasive، يعني شامل لكل مجالات الحياة. وهلأ بحكي شوي عن هالموضوع. نحكي على أنماط سلوكية شعورية وفكرية هي inflexible، يعني rigid، يعني ما عندها هالمرونة بالتأقلم مع الظروف. هي extreme، يعني هي بتروح باتجاهات شديدة. هي persistent، يعني مستمرة. enduring هو الكلمة الأخرى اللي بيستخدموها هون. enduring يعني تستمر من بداية، مثل ما قلنا، اليفوعة ولنهاية حياة الإنسان. طيب، الكلمة الأخرى اللي تستخدم في هذا السياق هي كلمة المال أدابتيف، يعني اللي غير متأقلمة. يعني مثل ما قلنا، الوضع الطبيعي هو أنه السمات الشخصية للإنسان تساعده على أنه يتأقلم مع ظروف حياته، يتعامل مع الآخرين بشكل مفيد وظريف ومنتج للطرفين. في اضطراب الشخصية في شيء اسمه مال أدابتيف، في الصفات الشخصية تبعه بتعيقه عن التأقلم مع الحياة وصعوباتها وظروفها. طيب، فعلى سبيل، يعني عندي مريضة مثلا على سبيل المثال، بتقلي انه انا اذا اختلفت مع حدا بالشغل ما بوقف وبقول له انا رأيي مختلف عنك، مثلا انا يمكن يعني خلينا دعنا يعني نتفق على أن لا نتفق أو مدري شو، أو مثلا في ناس بتجادل بتناقش بتاخذ بتعطي. المريضة اللي عندها personality disorder، اضطراب شخصية، بتحمل حالة وبتمشي وبتترك الشغل، بتبطل، يعني بتبطل الشغل نهائي، مو بتقدم استقالتها مثلا، وإنما بتعصب لدرجة إنه من رد الفعل تبع بيكون بدرجة من التهور، إنه ما عندها حتى طولة البال انه تقعد تاخذ وتعطي مثلا، او تروح توقع استقالة وتعطيها للمدير تبعه، وانما لا تحمل حالها وبتمشي مثلا بتنسحب. المريضة نفسها ممكن انه حدا يحكيها كلمة مثلا يزعجها فيها. هلا كلمة نفسها ممكن ما تزعج الاخرين ابدا، واحد بيقول له مثلا اليوم هيئتك تعبان مثلا، شخص بيفهمها انه هذا الشخص فعلا قلبه علي وعم يعني مهتم فيني، مشان هيك عم يقول لي هيئتك اليوم تعبان. مريض الاضطراب الشخصي مثلا ممكن يفهمها انه هذا في انتقاد له، او في انتقاص من قدره، او في محاوله لايذائه او الى اخره، فممكن يرد عليه بعنف، ممكن يعصب عليه، ممكن يسبه، ممكن ينسحب ويروح مثلا يؤذي حاله هذا المريض الاضطراب الشخصي. فاذا عم نحكي نحن عن ردود افعال لانتراكشنز، يعني لعلاقات مع الناس او مواقف شخصيه مع الناس، هي ردود افعال سلبية أو عنيفة أو مؤذية أو مؤلمة أو إلى آخره. فهذا مثال. طيب، فإذا حكينا عن شيء
يعني عن هالأنماط السلوكية والفكرية والشعورية هي شاملة لكل مناحي الحياة. يعني هذا الشخص لما نحكي عن مشكلة بعلاقاته مع الآخرين، عنده مشكلة بعلاقاته مع أهله بالبيت، مع زملائه في العمل، ومع رؤسائه أو مرؤوسيه في العمل، عنده مشكلة في علاقاته مع الأصدقاء أو المعارف، مع زوجته أو شريك الحياة أو شريكة الحياة تبعه. وهون يعني هون شغلة مهمة كتير. يعني هلأ ما بدنا نطلع من هالمحاضرة وكل واحد يروح يقول لمرته إنه وقت اللي بنختلف إنه أنت عندك اضطراب شخصية، أو هي تروح تقول لجوزها وقت نختلف عندك اضطراب شخصية. لا، نحن عم نحكي على اضطراب في التعامل مع الآخرين، في العلاقات مع الآخرين، في كل أنواع العلاقات، وليس في علاقة معينة أو علاقة أخرى. وهذا كتير رأي مهم. يعني مثلا المشاكل الزوجية بمعظمها سببها ليس اضطراب شخصية، وإنما سببها تفاصيل العلاقة بتوافق الطرفين أو إلى آخره. فما بدنا يعني نطلع من هون كل واحد يتهم الثاني بأنه أنت عندك اضطراب شخصية أو أنت عندك اضطراب شخصية. إذا لاحظتوا بالمرات الماضية كنا نحكي عن الاكتئاب والقلق والانفصام وإلى آخره، كنا نحكي عن أعراض نقص في النوم، نقص في الأكل إلى آخره. لما عم نحكي عن اضطراب شخصي كنوع من الأمراض النفسية، عم نحكي عن صفات مكونة أو معرفة للشخص. ما عدنا نحكي عن أعراض بتصير على مدى أسبوعين ثلاثة بتوقف، صرنا نحكي عن كيف هذا الشخص، كيف هو، يعني شو معناه، يعني كيف هو، كيف شخصيته، كيف كيانه، كيف إحساسه بذاته، كيف نظرته لنفسه، وكيف نظرة الآخرين. فهذا تفصيل كتير مهم جعل الناس العاملين في الحقل النفسي صنفوا أمراض اضطرابات الشخصية كنوع مختلف عن الأمراض النفسية الأخرى اللي هي الاكتئاب والقلق والشيزوفرينيا والانفصام وغيره وغيره. لما بنحكي عن هدول الثلاثة أربعة بنحكي عن شيء بيسموه أكسس 1، بيسموه المحور الأول في الأمراض النفسية، أحيانا بيسموه mental illness، يعني مرض نفسي بالمعنى الدقيق التفصيلي للكلمة. اضطرابات شخصية نحكي عن اضطراب من نوع كتير مختلف، لأنه يتعلق بكيان الشخص وإحساسه بنفسه. لأعطيكم بس يعني بعض هلا في أسئلة هون على ما يبدو، خلينا بس نحاول نجاوب عنه. هل اضطراب شخصية يبدأ من عمر معين؟ مثل ما قلت أنا، الشخصية تكوينها يبدأ يمكن من اللحظات الأولى للحياة، وكلنا بنولد ببعض بعض التفاصيل الشخصية اللي بتميزنا عن غيرنا. الناس اللي عندهم أطفال بيعرفوا إنه مثلا أخين، الأخ الأولاني أو الكبير طبعه كتير مختلف عن الأخ الأصغر من ولادته، من لما كان عمره يوم يومين أسبوع أسبوعين، بيلاقوا إنه واحد منهم كتير مختلف عن الثاني، وبعدين على طريقة تعامل البيئة معنا بتكون مختلفة. فإذا الشخصية تبدأ من الأيام الأولى وتتكون أو يكتمل تكونها، خلينا نقول بعمر اليفع وبداية البلوغ. اضطرابات الشخصية كمشكلة نفسية لا يمكن تشخيصها أو لا يفترض أن تشخص حتى ما بعد 18 سنة، يعني ما بعد البلوغ، لأنه لسبب معين أنه كثير من التغييرات بتكوين شخصية الإنسان تحصل بخلال هذه الفترة. فبس هو بس يبدأ من عمر، يبدأ من بداية التين ايجيرز، يعني بداية اليفع، يعني من 14-15 سنة أو حتى قبل، يبدأ ظهور بعض هذه السمات اللي خلينا نسميها سمات مرضية أو مال أدابتد أو غير تأقلمية، خلينا نقول، وشوي تبلش تظهر بشكل كتير واضح أو صاعق أو صارخ، يؤدي إلى مشاكل حقيقية على مستوى يومي عند الإنسان. فهذا السؤال أول من دينا قباني، شكرا للسؤال. سؤال من رانيا سيد يوسف، ما هو الفرق بين الشخصية والهوية؟ هذا اللي كنت ما كتير بدي فوت فيه لأنه ممكن يدخلنا بنقاش فلسفي، وهو سؤال كتير مهم. يعني أنا في ترابط كتير بيناتهم. الايدنتيتي أو الهوية هي مفهوم، أنا برأيي هو مفهوم أعم بكثير من فكرة الشخصية. لما عم نحكي عن شخصية عم نحكي عن سمات معينة تميز الشخص ويعرف الشخص من خلالها نفسه. مثل ما حكينا، إذا سألك واحد
شو احكي لنا عن حالك، كيف توصف حالك؟ فبتقول له انا مثلا عنيد بس انا متفاني، مخلص، انا صادق، انا متحمس، انا متهور، انا معظم الاحيان بكون غضبان، انا عندي كم هائل من العواطف اللي ما اعرف وين بروح فيها الى اخره. في حين الايدنتيتي بتدخلنا بشيء له علاقه بكيان الانسان، بانتمائه. بالايدنتيتي مثلا انا سوري، هذا جزء من الايدنتيتي تبعي بس ما هو جزء من شخصيتي، وان كان في ربط. كوني سوري مثلا بجوز اعطاني صفات شخصيه تطورت ببدايه حياتي بطفولتي، اخذتني باتجاه بعض الصفات الشخصيه المعينه. فاذا انا برايي، وقد يختلف الاخرون معي، الهوية هي مفهوم أوسع وأعمق وأشمل بكثير، ولكنه يتضمن الشخصية. وطبعا حتى فكرة الهوية أو الايدنتيتي يمكن نحكي عنها من طرق، يعني هوية سياسية مثلا، هوية مثلا هل شخص هو يساري ولا يميني، سياسيا عم نحكي هل هو شخص متدين أو غير متدين، انتماءاته المختلفة. طيب سؤال كثير جميل ولكنه بعيد قليلا عن الطب النفسي، ولكن انا يعني بفضل نقعد نحكي بهالموضوع اذا بدكم، نترك موضوع الاضطراب الشخصي. بس خلينا نرجع هلا لانه ما معنا كثير وقت. شكرا لكم على نشر العلم، شكرا يا سيدي يا سعد. طيب نكمل، نعطي بس بعض الامثله عن اضطرابات الشخصيه لما صنفوهم الامريكان الفهمانين بالطب النفسي، اللي هن منظمه الامريكان سايكياتريك اسوسيشن، يعني المنظمه الامريكيه للطب النفسي اللي نحن بناخذ كل شيء من عندهم ونطبقه. لما صنفوهم لامراض، طبعا عم بحكي بتهكم، لما صنفوا الامراض الاضطرابات الشخصيه صنفوهم لحوالي 10 انواع. طبعا العشر انواع هذا احسن شيء طلع معهم، لانه في كثير يعني اوفرلاب او اختلاط او تداخل بين هالانواع هاي، بس صنفوهم خلينا نقول 10 انواع ضمن ثلاثه كاتيجوريز، يعني او كاتيجوريز يعني اصناف كبيره. فلاعطي بس امثله، في شيء اسمه الاضطراب الشخصيه الزوري. زوري يعني بالعربي يعني بسموه بارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر. فالمريض بيكون دائما شكاك، دائما بيفكر انه الناس ضده، او دائما الناس بيفكر الناس عم تتحين الفرصه لتاذيه لتحسسه ب لتسبب له المعاناه يعني في حياته. فدائما عم يحاول يقرا نوايا ويفسر نوايا الاخرين من حوله بشكل، وغالبا بيفسرها بشكل سلبي. فهذا اللي بيسموه مثلا اضطراب شخصية الزوري، paranoid personality disorder. نوع آخر، الشيء اللي أقرب اللي قريب للشيء اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي من ناحية الفصام، سموه اضطراب الشخصية الفصامي أو السكيتسويد. السكيتسويد يعني شيء بيشبه الفصام بس مو تماما، اللي هو المريض بيكون منعزل عن الآخرين، بيكون عنده رينج يعني هامش كتير ضئيل من المشاعر ومن من الرياكشن. زي مثل ما حكينا بالفصام المرة الماضية، إن المريض انفعالات وجهه بتكون كتير محدودة وكتير ضعيفة، ما بيبتسم أو ينبسط للأشياء اللي الناس تنبسط عليها، ما بيحزن للأشياء اللي الناس تحزن عليها. فمريض السكيتسويد بيرسوناليتي ديس أوردر، اضطراب شخصية الفصامية، بيشبه هالحكي هذا، بس مثل ما قلنا هو مريض دائما عنده هذه السمات الشخصية وليس بتروح وبتجي، وما عنده الأعراض الثانية تبع الأصوات والهلاوس والأوهام وغيره. في شيء اسمه السكيتسوتايبل، ما بعرف شو معناته، شو ترجمته بالعربي، نمط اخر من انماط اضطراب الشخصيه اللي المريض، او اضطراب شخصيه من النمط الفصامي خلينا نقول. المريض بيكون عنده بعض الافكار الغريبه، بعض الاهتمامات بقضايا مثلا عجيبه غريبه، سواء كانت عوالم اخرى او افكار كثير يعني غريبه، وسلوك كمان غريب الاطوار، الناس بتطلع عليه بتقول انه هذا شخص كثير يعني غريب. كمان بيكون عنده اهتمامات غريبة، بيكون عنده انزواء عن الآخرين، وغرابة يعني غريب الأطوار بيسموه eccentric. شخصية النمط الآخر هو النمط اللي بنشوفه بالسجون مثلا، اللي هو الأنتي سوشال أو النمط المضاد أو اضطراب شخصية المضاد للمجتمع، أنتي سوشال بيرسوناليتي ديس أوردر. راح أحكي عنه بتفصيل أكثر شوي تاني، فهلأ ما راح أكثر بالحكي عنه. النمط الآخر المعروف كثير بالأوساط الطب النفسي، ويمكن واحد من أي واحد منا بيعرف
قريب أو صديق أو صديقة تعاني من مشكلة اضطراب الشخصية الحدية الـ Borderline Personality Disorder. من أشياء الاضطرابات الشخصية، من أشياء الأمراض النفسية بشكل عام، كمان رح أحكي عنه شوي ببعض التفصيل بعد قليل. النمط الآخر اللي كمان معروف اللي هو بشكل خاص عند النساء أكثر، اللي هو اضطراب شخصية الهستريائي أو الهستريونيك بيسموه Personality Disorder. الناس اللي أو الصبايا بشكل خاص اللي عندهم اكستريم يعني مشاعر بتروح باتجاهات كتير شديدة، ما في انه يغضب شوي او ينبسط شوي، لا بينبسط بشكل هائل وفظيع وبيصير صعب انك ترجعه للنص يعني. بنفس الوقت في عندهم اهتمام كتير بانه الناس تهتم فيهم او دائما في بالاف دائما عندهم جهود مستمرة ليجذبوا اهتمام او انتباه الاخرين، attention seeking يعني فيهم. النوع الآخر اللي كمان شائع وبس بلشنا ندور عليه بنصير نشوف كثير منه، اللي هو اضطراب الشخصية النرجسي أو النارسيسيستيك، شخصية نرجسية نارسيسيستيك بيرسوناليتي ديس أوردر، اللي هي عم نحكي عن درجة من النرجسية والتمحور حول الذات أكثر بكثير من الشيء اللي موجود عند كل الناس من الشيء الطبيعي. النرجسية بحد ذاتها هي صفة للشخصية، هي شيء كثير طبيعي، لازم يكون في عندنا اهتمام بذاتنا وبمصالحنا وقدر من الثقة بالنفس لحتى نقدر نعيش حياتنا. بس لما بيصير كتير شديد بيصير شيء من اضطراب الشخصية النرجسية، راح أحكي كمان شوي عنه بعد قليل. اضطراب الشخصية الأفويدنت مثلا اللي هي المتجنبة، هذا شخص دائما عنده إحساس بالنقص، دائما حساس للنقد من الآخرين، يسموه Avoidant Personality Disorder. في نوع آخر من الشخصية بيسموه dependent اللي هو معتمد دائما على الآخر، ما بيقدر يعيش لحاله، دائما بحاجة لحدا يدير باله عليها. نحكي طبعا إذا كان طفل هو أكيد بحاجة للناس يدير باله عليه، that's about being a child يعني، بالتعريف الأطفال هنا بحاجة لشخص بالغ. بس عم نحكي هون في اضطراب الشخصية dependent المعتمدة أو الاعتمادية، عم نحكي عن شخص بالغ ولكنه ما زال بحاجة إلى شخص آخر ليدير باله عليه ويعتني فيه. في نوع أخيراً هو نوع الاضطراب الشخصية اللي بنسميه الوسواسي القهري، هذا مختلف عن هون بتبلش الشغلة بتصير شوي بتخربط، مختلف عن اضطراب الوسواس القهري اللي هو نوع من العصاب اللي حكينا شوي عنه بالحلقة الماضية. عم نحكي عن اضطراب شخصية، عم نحكي عن شخص ما بيغسل إيديه 100 مرة باليوم مثل ما بنشوف باضطراب الوسواس والوسواس القهري، ولكن شخص عنده انشغال دائم بالانتظام الأمور، الأشياء لازم تكون كلها منتظمة، لازم تنعمل بطريقة محددة، وإلا بيحس بالقلق، بيحس بالاضطراب، بيحس في عنده مشكلة. هالشخص عنده انشغال دائم بالperfectionism يعني بالكمالية، لازم الأشياء تكون perfect، لازم تكون كاملة ودقيقة. عنده انشغال أو preoccupation بيسموها إنه يكون كل الأمور تحت السيطرة، يعني ما بيتحمل أي هامش صغير من إنه ما يعرف شو رح يصير مثلا أو الأمور تخرج عن سيطرته. فهذا الشيء بيسموه ال obsessive compulsive personality disorder، مو ال obsessive compulsive disorder. يعني بتمنى تكون الفكرة واضحة. ما عم نحكي عن المريض اللي بيشيك انه طفى ضوء اللمبة، طفى الكبس زر الضوء مثلا 10 مرات قبل ما يروح ينام. ما عم نحكي عن شخص بيتفقد اقفال البيت مثلا كمان كأنه كل الابواب مقفلة قبل ما يروح ينام شي 30 مرة. ما عم نحكي عن الشخص اللي بيروح بيدور على البوتاغاز وبيطفيهم كلهم مثلا قبل ما يطلع كمان شيء 10 مرات او يغسل ايديه 100 مره، لا عم نحكي عن شخص كجزء من سمات شخصيته عنده هالاهتمام الشديد بانتظام الامور بان تكون الامور تحت السيطره وبان تكون الامور يعني تعمل بطريقه بيرفكت، يعني دائما لازم تكون كلها بدقه شديده. فهذا كثير مهم. في خطر هلا هون، بس عم نحكي على هالانواع، في خطر انه الناس تبلش تشخص حالة
أنه أنا عندي هاي المشكلة وعندي هديك وعندي هاي. وأنا يعني أريد أن أقول شيئا مهما هون، أنه إذا كنت أنا عم روح على شغلي وأتعامل مع الناس وعندي علاقات طيبة مع البشر وعندي زوج أو زوجة صار لي معهم فترة منيحة، فغالبا ما عندي اضطراب شخصي. يعني عم نحكي، لما عم نحكي اضطرابات شخصية عم نحكي عن ناس فعلا في عندها مشكلة يومية بعلاقاتها مع المحيط وبقدرتها على يعني العيش بشكل مستقر وبناء وتحقيق طموحاتها. ماشي. طيب، شو الحد الفاصل بين عدم التأقلم الطبيعي واضطراب شخصي المرضي؟ يمكن هلا جاوبت على السؤال للاخت نيفين، انه هن كلهم على سبيكتروم. يعني هون بكون طبيعي، هون بصير ببلش بدخل بشيء عم يسبب لي شويه مشاكل، هون بالاكستريم بصير في عندي اضطراب شخصي. فمعك حق انه الحد ما كتير فاصل، والشيء اللي لهلا العاملين في الحقل النفسي ما قدروا يعملوه هي انه يقولوا انه في مثلا مايلد وموديريت وسيفير، يعني في بسيط وفي متوسط وفي شديد. ما في كتير هالمفهوم لما بنحكي عن اضطرابات شخصيه. في حين لما بنحكي عن اكتئاب مثلا بنقول اكتئاب بسيط ومتوسط وشديد، باضطراب الشخصيه ما في كتير هالمفهوم. فما واضح وين بيكون السمات الشخصيه تكون شوي مرضيه وبعدين بتصير تدخل بشيء اسمه اضطراب الشخصية. كثير من المرضى بيجوا لعنا وبيقولونا أنا عم عاني وعندي مشكلة وعندي كذا، بس منطلع هيك نشوف أنه نسبياً هن قادرين مثل ما قلت أنه يروحوا على الشغل وعندهم بارتنر أو شريك حياة وقادرين إلى حد ما يكون عندهم اهتمامات ونشاطات وإلى آخره. فمنقول عندهم مثلاً personality traits، يعني عندهم سمات شخصية غير تأقلمية أو غير صحية، ولكنهم ليس لديهم اضطراب شخصي. طيب، راني عم تقلنا انه السكيتسوتايب اللي هو الفصاماني، في شيء فصامي وفي شيء فصاماني. طيب، عادة يترجم اضطراب شخصية الفصاماني. شكرا جزيلا. الله يعطيك الدكتور، انا الحمد لله صرت منيحة. شكرا يا ندى، وبيسرني انه تحسنتي. ندى كانت معنا بإحدى الجلسات وكانت عم تقلنا انه كانت عم تعاني، فكتير يبسطني انه أنت تحسنتي. دكتور، هل يوجد درجات شدة لمرض اضطرابات شخصية؟ كمان هلأ جاوبت على السؤال يا دانا، وشكرا جزيلا لك. ما في شيء بدرجات اضطرابات شخصية، ما في شيء رسمي خلينا نقول، بس أنا كطبيب بعرف لما مريضة بتجيني في عندها شوي من هالمشاكل، هي ولي درجة محدودة عن مريضة أو مريض تاني عنده درجة كتير شديدة، مثلاً بيكون قاعد بالسجن لأنه عنده اضطراب الأنتي سوشال أو اضطراب شخصية متعضة للمجتمع، يا بيكون قاعد بالسجن هذا النوع من المرضى اضطراب شخصية متعضة بالمجتمع، يا بيصير رئيس لدولة عظمى أو غير عظمى. طيب، هل هناك برامج أو مواقع تساعد في التشخيص عن طريق إدخال جورنال أو معلومات طوال اليوم؟ شكراً للسؤال، وهذا سؤال كثير مهم. هلا كثير من بتصور في هيك، يعني في هيك مواقع انه واحد بيعطوا في كويستشنيرز بسموهم او استمارات او استبيانات، بفوت الواحد بيعطوه عدد من الاسئله بيقولوا له هل انت مثلا تعاني من هذه المشكله، نعم لا، من واحد من خمسه ولا ثلاثه من خمسه ولا هيك. في هيك موجوده هاي ونحن نستخدمها كثير، ولكن كثير مهم انه ما نشخص حالنا أو الآخرين اللي حوالينا على أساسي. يعني كثير مرضى بيجوني، أنا طلعت على كويستشنير أونلاين، يعني استمارة، ولقيت إنه أنا كل هالأشياء هاي بالاستمارة هي موجودة عندي، فلذلك أنا عندي اضطراب شخصي، لذلك أنا عندي ثنائي القطب، لذلك عندي هاي المشكلة. وهي شغلة كثير خطيرة، ويعني بتمنى إنه نطلع من هذه الجلسات بإنه ما نروح نشخص حالنا بناء على استمارات أونلاين أو غير أونلاين. تشخيص الأمراض النفسية سواء كان اضطرابات شخصية أو غيرها يجب أن يكون حصراً من خلال طبيب نفسي، ما عدا طبعاً الاكتئاب والقلق اللي بيجوز الجي بي قادر، طبيب الأسرة قادر على تشخيصها. لازم يكون حصراً من خلال طبيب نفسي، ولازم يكون حصراً من خلال مقابلة مع الطبيب النفسي. يعني أنا بقعد معه وباخذ بعطي معه، بيسألني أسئلة وبيسألني عن حياتي السابقة. مثل ما عم تشوفوا اضطراب شخصية، عم نحكي عن مشكلة بدأت في
بداية الـ teenage years يعني وتطورت، فلازم أعرف يعرف الطبيب إنه شو أنا حياتي كانت من قبل بعشر سنين وخمسطعش سنة، ومن لما كنت صغير شو وضعي بالبيت وأهلي وتفاصيلي وإلى آخره. فما بيصير نشخص بناء على استمارات. هلا الاستمارات تساعد في التشخيص مثل ما السؤال عم يقول، ولكنها لا تشخص بشكل قطعي. طيب، فحكينا انه في حوالي العشر انواع، عشرة انواع من الاضطرابات الشخصية المختلفة اللي صنفوها الامريكان او الدي اس ام، هذا الدياجنوستيك اند ستاتستيكال مانيوال بيسموه، اللي هو مانيوال للامراض، كل شيء امراض نفسية موجودة في هذا العالم. صار وزنه هلا شيء 5 كيلو هلا الكتاب، لانه كل ما كل كم سنة بيزيدوا شيء 200 300 مرض عليه. المهم، فالأنواع هي صنفوها ضمن ثلاث كاتيجوريز، يعني ثلاث جروبس، خلينا نقول مجموعات كبيرة، اللي هي النوع الأول هو الأود والإكسنتريك، اللي هو غريب الأطوار، خلينا نقول اللي قلنا الفصامي والفصاماني والزوري. الشيء النوع الآخر هو اللي يسموه دراماتيك أو إراتيك أو إيموشنال، يعني الانفعالي أو الفوضوي شوي او الدرامي، خلينا نقول اللي بيخلقوا دراما حوله، مثل النرجسيه، مثل الحديه، مثل الهستريائيه. النمط الثالث اللي حكينا عنه، الشخصيه الاعتماديه او الشخصيه المتجنبه او الشخصيه الوسواسيه القهريه، هي النوع الثالث اللي يسموه الفيرفول او انكشس، يعني القلق او خائف او متخوف. طيب، هلا معظم الناس في عندها أكثر من نوع، يعني معظم الناس اللي عندها أمراض اضطرابات الشخصية يكون لديها غالباً أكثر من نوع واحد من اضطراب من اضطرابات الشخصية، يعني يكون عندها خلينا نقول اضطراب شخصية حدية واضطراب شخصية نرجسي مثلاً، أو أنتي سوشيال مع حدية، أو تجنبية مع ديبندنت، أو هيك. في أشياء ما بتزبط مع بعضها، بس معظم الأحيان بيكون عندها أكثر من نوع، وهي القاعدة العامة وليست الاستثناء. معظم الأحيان مرضى اضطرابات شخصية بيكون عندهم مشاكل نفسية أخرى كمان، وهي مثل ما يعني بتبلش بتصير تحسوا أنه أنا عم كرر حالي هون، أنه كل مرض نفسي احتمال يكون موجود مع مرض نفسي آخر أكثر بكثير من احتمال أنه يكون موجود لحاله. يعني المصائب لا تأتي فرادى مثل ما بيقول. ف مرضى الاضطرابات الشخصية غالباً بيجوا معهم اكتئاب، غالباً بيجوا معهم قلق، غالباً بيدخلوا بمشاكل مثلاً مخدرات وكحول. ومثل ما حكينا سابقاً إنه معظم الناس اللي تدخل بمشاكل إدمان على المخدرات أو الكحول أو التدخين أو غيره وغيره تعمل هيك من شان تحاول تحل مشكلة عم تعاني منها نفسياً. طبيعي انه انا اذا كنت عندي كل هالمشاكل هاي بشخصيتي والناس بلشت تكرهني وتنفض من حولي، اكيد راح يكون عندي يعني اكيد راح ادخل بقصص اكتئاب وحزن واسى ومعاناة، فاكيد راح تجلب مشاكل نفسية اخرى. طيب، مثل ما حكينا، هي اضطرابات الشخصية الـ personality disorders بمجموعها الكاملة، هي العشر أنواع هدول، بيجوز في أنواع أخرى لسه ما كتير واضحة بالنسبة لنا، نسبتهم بالمجتمع هي نسبة عالية جدا، يعني عم نحكي على مثل ما حكينا على حوالي الـ up to بيقولوا يعني بين 4-5% ل 12-15 حتى بالمية من الناس عندهم المشكلة. يعني واحد يعني من كل 7 أصدقاء أو معارف إلك أو إليك واحد منهم عنده اضطراب شخصي. اضطراب شخصي عم نحكي على شيء مرضي مثل ما قلنا بحاجة لعلاج، كتير شائعة بأوساط السريرية، خلينا نقول يعني بأوساط الطب النفسي وعيادات الطب النفسي. حوالي 50% من المرضى اللي بيجونا لعيادات الخارجية للطب النفسي، هي 50% من الناس عندهم اضطراب شخصية مع مشاكل طبعا أخرى. إذا رحنا على السجون، وهذا شيء كتير مهم يعني أنا بريد ركز عليه، إذا رحنا على السجون اليوم بأي سجن في العالم، رح يكون في تلتين المساجين، ثلثا المساجين في سجون العالم يعانون من اضطراب شخصي على الأقل واحد، غالبا بيكون هو اضطراب الشخصية الأنتي سوشال، يعني المضاد للمجتمع المعادي للمجتمع،
كثير من الأحيان بيكون عندهم اضطراب شخصية حدية معه، كثير من الأحيان بيكون عندهم اضطراب شخصية النرجسي أو المشاكل الأخرى اللي معه. فإذا عم نحكي على ثلثي المساجين، يعني عم نحكي عن ناس ارتكبت جرائم أو خالفت القانون لدرجة أنه اضطرت أن يعني يحكم عليها بالسجن، ثلثا هدول العالم في عندهم مشكلة نفسية. فخلينا بس نراجع هالحقيقة هاي، يعني شو معناتها لما أنا أطلع عليهم إنه هن أشخاص سيئين، إنه هن أشخاص خالفوا القانون، ارتكبوا جريمة قتل أو سرقة أو اعتداء أو اغتصاب أو إلى آخره. هدول الناس معظمهم عنده مشكلة. إذا جيت عملت له مقابلة مع مريض نفسي، مع طبيب نفسي عفوا، فهو شخص مريض نفسي. فهذا هي نقطة يعني أنا برأيي كتير مهمة. فخلينا نحكي شوي عن بهالوقت المتبقي عن بعض هذه الحالات. بلشنا نحكي على السجون، سأتأكد أنه ما في أسئلة. لما حكينا على السجون أنا قلت أنه في شيء اسمه اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع والأنتي سوشال أو الديس سوشال أحياناً بيسموه personality disorder. هذا شخص بيكون عنده استهانة بالقوانين أو عدم احترام أو انتهاك للقوانين ولحقوق الآخرين. في عنده دائماً سلوك يعني ضد القانون يؤدي غالباً إلى اعتقاله، أحياناً بفلت من العقاب ولكن غالباً يؤدي إلى اعتقاله ومحاكمته وحكم عليه بالسجن أو بالغرامة أو إلى آخره. يعني لما نحكي عن هالسلوك، سواء سرقة، سواء قيادة سيارة مثلاً بشكل متهور، سواء أذى للآخرين، اعتداء، اغتصاب، إيذاء، تعذيب، إلى آخره. عنده سلوك مخادع مثلاً، يكذب على الآخرين لحتى يحصل مكاسب، أو بيكذب لقصد الإيذاء فقط. يعني في عنده نوع من السادية اللي يؤذي الآخرين لحتى يستلذ بالإيذاء. في عنده سلوك متهور، يعني ما بيحسب حسابات نتائج سلوكه. عنده استهانة بإجراءات السلامة، فممكن يعرض حاله أو الآخرين لخطر بسبب سلوكه. عنده عنف غالباً، عنده سلوك عنيف مثل ما حكينا. عنده نقض للعهود والمواثيق، بمعنى أنه ما لا يؤمن جانبه، يعني ما بتأمن أنه أنت اتفقت معه اتفاق وغالباً راح ينقض هذا الاتفاق إذا ناسبه أنه ينقض هذا الاتفاق. فنحكي عن شخص بيجوز إذا طلعنا عليه بنظرة من الناحية الأخلاقية بنقول شخص سيء، بس ما ذلك. الفكرة هون أنه هذا شخص عنده مشكلة، عنده اضطراب في شخصيته. هدول الناس غالباً ما عندهم إحساس بالذنب، يعني بيسموه ما في ريمورس، يعني بيرتكب خطأ أو بيؤذي شخص آخر بس بالنهاية I don't care، يعني ما بيهمه، ما بيحس بمشاعر الآخرين اللي أذاهم، ما بيحس إنه أنا أذيت شخص لازم يكون عندي شيء من الذنب، شيء من الاعتذار، شيء من الندم مثلاً على ما فعل. علاجهم كتير كتير صعب، لذلك معظم هذول الناس they end up يعني بيروحوا للسجون، ما بيروحوا لمحلات المصحات الصحة النفسية خلينا، لأنه لحد الآن ما في عنا علاجات ممكن تساعدهم بشكل كتير مهم. مثل ما قلت بنشوفهم بالسجون، بنشوفهم كرؤساء لشركات كبرى، وما عم نمزح، رؤساء لشركات مهمة وعالمية مالتي ناشنال، نشوفهم رؤساء لدول كبرى أو صغرى، نشوفهم قادة لجيوش أو قادة لمنظمات إرهابية أو مجرمة أو إلى آخره. هل اضطراب، في سؤال من دكتور بلال صباغ، هل اضطرابات الشخصية تعالج بالأدوية أيضا مثل الأمراض النفسية أو العلاج النفسي السلوكي أكثر؟ وشكرا. كنت رح وصل على العلاج بالأخير، بس كونه سأل الدكتور بلال أهمية أو دور الدواء في علاج اضطرابات الشخصية، دور كتير محدود جدا. غالبا الأدوية تساعد في الأمراض المرافقة لاضطرابات الشخصية، يعني إذا مريض عنده اكتئاب أو عنده قلق كشيء مرافق لاضطراب الشخصية، غالبا الدواء بتعطيه كمضاد اكتئاب مثلا ليساعد في المشكلة المرافقة وليس لمشكلة
اضطراب الشخصية نفسه. بعض الأدوية تساعد في الأعراض، خلينا نقول، اللي قد ترافق اضطراب شخصية. يعني مثلا اضطراب شخصية الحدية، المريض بيكون متهور. بعض الأدوية، غالبا الأدوية اللي بتسكن شوي أو بتهدئ، ممكن تخفف شوي من هالسلوك المتهور أو العدواني أو من اضطراب المشاعر العنيف إلى آخره. بس كعلاج للاضطراب الشخصية نفسه، الأدوية دورها محدود. العلاج هو علاج نفسي، ما بالضرورة المعرفي السلوكي، وإنما علاجات نفسية يعني معقدة أكثر شوي، لأنه مثل ما بلشت تتصوروا يمكن معي، إنه عم نحكي عن نوع من أنواع الأمراض النفسية، المشاكل النفسية اللي هي معقد جدا، اللي هو بيخص مين أنا كشخص. فما عدنا عم نحكي عن عرض ممكن نسكنه أو نسكته أو نطفيه بأدوية. ما العوامل، ما هي العوامل بحياة هيك شخص التي ممكن تدعم تطور هيك شخصية؟ فإذا نحن عم نحكي، السؤال من سوسن هو عن الأسباب، خلينا نقول، وكمان رح أحكي شوي كنت عن الأسباب بعد قليل. ولكن الأسباب، مثلا معظم الناس اللي عندها اضطرابات شخصية شديدة، عم نحكي عن اضطراب المضاد للمجتمع أو الشخصية الحدية أو النرجسية وغيرها، هي أشخاص تعرضت لسوء معاملة في صغرها. كثير من الأحيان نسبة الأبيوس، يعني سوء المعاملة، سواء الفيزيكال، سوء المعاملة الجسدية، الضرب والتعنيف، أو الجنسي مثلا، يعني السكشوال أبيوس، يعني الإساءات الجنسية، وهن أطفال، نسبة هذه الإساءات وسوء المعاملة كثير كثير عالي في 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 عند الاضطرابات الشخصية. غالبا بيكون في مشاكل ردود نفسيه مر بها الانسان، خصوصا في مرحله الطفوله. البيئه في البيت بتكون هي بيئه سيئه وغير، يعني غير سليمه، خلينا نقول، اللي فيها الكثير من، مثلا فيها مخدرات، وفيها الاب او الام او اثنيناتهم مدمنين على الكحول، فيها ضرب، فيها عنف منزلي بين الأب والأم، الأب دائماً عم يضرب الأم مثلاً، أو العكس في بعض الأحيان. بيكون فيها مثلاً انفصال بين الأب والأم بمرحلة مبكرة وبعد فترة طويلة من الجدالات والمشاكل. بيكون فيها تفكك أسري، بيكون فيها ضعف بالتعليم، بيكون فيها فقر، بيكون فيها كل هالمشاكل الاجتماعية. هاي الأسباب اللي من البيئة، خلينا نقول. في أسباب تانية إلها علاقة بالجينات، مثل ما حكيت، لأن جزء من هذه الصفات الشخصية نحن يعني نرثها من أبينا وأمنا. يعني في الشخص بيولد بصفات شخصية معينة، أو ب temperament بيسموها، يعني صفات بتأهله لأنه يصير عنده هالنوع من الاضطراب هذا. فإذا في شيء بنرجع للتفاعل بين النيتشر اللي هي الجينات والنيرتشر اللي هي التربية والبيئة المنزلية وظروف الحياة والردود النفسية والمشاكل والتجارب الحياتية اللي مر فيها الإنسان. أنا أحاول أجاوب على الأسئلة. طيب، ما في أسئلة أكثر من هيك. بقيان معنا شيء 10 دقائق. حكيت على اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع اللي بنشوفه كتير، مثل ما حكينا، في السجون وفي عند عروش الملوك والرؤساء وقادة الجيوش. في نوع آخر اللي هو كمان شائع وفي درجات مختلفة منه، اللي هو اضطراب الشخصية النرجسية. مثل ما حكيت، درجة معينة من النرجسية مهمة لسلامتي الذاتية ولصحتي النفسية، ولكن لما بتزيد عن حدها بلش تصير مشكلة. كيف بتزيد عن حدها؟ بلش حس انه انا شخص عظيم ومهم واحسن من اي شخص اخر حولي. ما عم نحكي بشكل وهمي، ما عم نحكي بدلوجن، ما عم نحكي بذهان، وانما عم نحكي باحساس الانسان بحاله. انا احسن من كل هالبشر هاي اللي حوالي، وطلع عليهم بنظره كثير فوقيه، بصير مهووس بالنجاح وبالانجاز وبانه احافظ على مكانتي اللي انا متخيله انه هي مكانتي. طبعا بصير مهووس بالمثاليه، مثالية بأنواع مختلفة وليس المثالية الأخلاقية بالضرورة. بصير بحس أنه أنا حالة خاصة، كل الناس هن يعني مثل بعضهم وأنا مختلف عنهم. بصير حتى بتطلب أنه الناس اللي حوالي تقابلني بهذا الإعجاب اللي أنا معتقد أنه أستحقه. يعني هو شيء
لازم الناس تكون معجبة فيني لأنه أنا شخص عظيم جدا. هلأ تبلش تروح أفكارنا بجوز كمان لشخصيات موجودة بذهننا ومنعرفها، سواء كانوا سيليبرتيز يعني ناس المشهور مشاهير الميديا أو كانوا مشاهير السياسة. في عندهم إحساس الشيء بيسموه بالإنجليزي sense of entitlement، يعني أنا أستحق كثير من الناس، والشيء اللي عم يعطوني الناس إياه ليس كافياً، دائماً أستحق أكثر من الإعجاب، من التقدير، من التقديس، من التعظيم، التبجيل وإلى آخره. بتضايق كثير الشخص النرجسي لما أو عنده اضطراب شخصي نرجسي لما الناس ما بتنفذ له أوامره، إنه how dare you، كيف أنت تقدر إنه أنا أطلب منك شغلة وتقول لي ما بدي أعملها مثلاً. ما معقول يعني، ما بيتخيل إنه كيف الناس ترفض طلبه أو ترفض أوامره. هذول الناس بيستغلوا الآخرين لتحقيق مصالحهم ومكاسبهم الشخصية. الشخص الآخر بالنسبة له، للشخص النرجسي، اضطراب الشخصية النرجسي، الآخرين اللي من حوله هم امتداد لشخصيته، امتداد له. يعني أنا بطلع على الشخص الآخر ما بيهمني مين هو لذاته، وإنما بيهمني الشخص الآخر بقدر ما هو قادر إنه ينفذ أوامري يعني ينفش فيني أو ينفخ فيني أو يعطيني من التقدير والتبجيل والتقديس مثل ما حكينا. فما بي يعني ما بينظروا للشخص الآخر كإنسان، وإنما بينظروا إله كيف شو ممكن أحصل، يعني على شو ممكن أحصل من الشخص الآخر. وجود الآخرين هو فقط لي يعني ليلبوا لي مطالبي ومصالحي. ما عنده تعاطف مع الآخرين أو إحساس بمشاعرهم، الأمباثي هي ما أنا موجودة عند الشخص. في عنده كتير من الحسد تجاه الآخرين اللي بداخليته بيحس إنه هو إن أحسن منه، بس ما بيقدر يعترف لأنه هو نرجسي ومفكر حاله أحسن من كل البشر، أو بتخيل إنه الناس الآخرين دائما عنده حالة من الحسد تجاهه لأنه هو شغل كبير. مثل ما حكينا هو شخص متعجرف ومتغطرس. فهذا اضطراب الشخصية النرجسي اللي بنشوفه كمان كتير كتير شائع، بنشوفه بدرجات، في درجات شوي سليمة بيسموها يعني، وفي شيء اللي بيسموه السفير أو الشديد أو الخبيث، خلينا نقول من نوع من اضطراب الشخصية النرجسية Narcissistic Personality Disorder أو NPD. طيب النوع الثالث أو الأخير اللي بدي بس ركز عليه، اللي هو أكثر الأنواع دراسة وأكثرها شيوعا في مثلا في أقسام الطوارئ في العالم، يعني الأكسيدنت أند إمرجنسي، يعني أكثرها شيوعا في العيادات النفسية، أكثرها شيوعا في بشكل عام عند الـ يعني بأوساط الأمراض النفسية والعلاجات النفسية، هي اضطراب الشخصية الحدية أو Borderline Personality Disorder، أحيانا بسموه Emotionally Unstable Personality Disorder، يعني اضطراب الشخصية غير المستقر عاطفيا. اسم ما له كثير، ما كثير سكسي. طيب فإذا عم نحكي عن اضطراب الشخصية الحدية Borderline Personality Disorder، كمان كثير شائع بحدود ال 5% من الناس، حوالينا 1 من كل 20 بني آدم يعاني من اضطراب الشخصية الحدية، شائع أكثر عند النساء، 3 مرات أشياء عند النساء من هو عند الرجال، ممكن نفكر ليش. الصفات اللي عم نحكي اللي بتميز اضطراب مريض باضطراب الشخصية الحدية هي بشكل أساسي هذا الشخص ليس عنده إحساس ثابت أو مستقر بحاله، يعني يسموه unstable sense of self، يعني ما بيعرف حاله، ما بيعرف هو شو. تسأله أنه وصف لي حالك، بيقول لك أيمت، صبح ولا المساء، اليوم ولا بكرة. إحساسه بذاته يختلف باختلاف الناس اللي هو معهم، باختلاف الظروف، باختلاف السياق اللي هو فيه. فإذا ما عنده مجموعة من الصفات اللي بيعرفها عن حاله تميزه عن الآخرين اللي هي ثابتة على مدى الأوقات، هذا هيك إحساسه بذاته، unstable sense of self مثل ما بيسموه. هدول الناس مرضى اضطراب الشخصية الحدية عندهم شعور بالفراغ، يعني بيسموه chronic feeling of emptiness، بيسموه يعني شعور بالفراغ المزمن، بيقول لك كأنه ما في شيء جوا، ما بحس بشيء، حتى فراغ من الناحية العاطفية، يعني ما عندي أي إحساس مثلا، بيقول لك فاضي جوا، هون ما في شيء نهائيا.
في عندهم جهود بيسموها frantic efforts، يعني جهود محمومة وشديدة لحتى يتجنب إحساس بأنه الآخرين تركوه أو تجاهلوه أو طنشوه أو نبذوه. يعني فدائما بيحاول لما بأي علاقة، مع خصوصا علاقات العاطفية، بيحاول دائما أنه يحصل على تطمين من الشخص الآخر اللي هو معه أنه ما رح يتركه الشخص الآخر أو ما رح يتجاهله أو يطنشه أو ينبذه. في عندهم علاقات مع الآخرين تكون كتير غير مستقرة. هذا الشخص مريض الاضطراب الشخصية الحدية بيميل أنه يشوف الأشياء بالأبيض والأسود. إذا أنت اليوم رفيقه أو بتكون أنت أعظم وأحلى وأظرف شخص في حياته، أظرف شخص مر عليه، بس تقاتلته أنت وياه بيصير أنت أسوأ شخص بالعالم. ما في شيء بين بين، يعني ما في شيء رمادي، كله يا أبيض، يا أنت أعظم إنسان يا أنت أسوأ إنسان. وطبعا حسب مزاجه وحسب إذا أنت اليوم رفيقه أو عم تراضيه عم تساير أو أنت عم تزعله. بنفس الطريقة مشاعرهم أو العواطف اللي يمروا فيها هي بتروح بالاتجاهات اللي كتير كتير شديدة. يعني لما بيحس بالفرح ما بس بينبسط، لا بيروح بشكل كتير كتير excited لفوق. لما بيحس بالحزن كمان بيحس بحزن كتير كتير شديد لدرجة إنه بيصير بده ينتحر أو يأذي حاله. بيحس بالغضب، بيحس بالملل مثلا بشكل كتير عنيف. عنده وايد رينج، يعني هامش واسع كتير من المشاعر، ولكنها بتروح ب اكستريمز من الدرجات الشديده. في عندهم غضب زائد وكثير من الاحيان غير مبرر، يعني مثل ما حكينا على المثال سابقا انه المريض او المريضه بيغضب، وكثير بيصير انه كلمه صغيره ممكن ترفع له، يعني ممكن تعمل له غضب كثير شديد، بيضل غضبان لفتره طويله. انا ممكن اعصب شوي واغضب، بغضب لي شيء خمس دقائق، بعدين شوي شوي بينزل. هو بيغضب شيء بيضل غضبان شيء عدد ساعات، ممكن يكسر يطبش، ممكن يجرح يأذي حاله، ممكن يحاول ينتحر، ممكن يروح يعتدي على شخص آخر. وحتى بس نزل الغضب بينزل، بس بيضل بليفل بمستوى مرتفع نسبيا، ما بيرجع بينزل للشيء الطبيعي، بيضل هون ليومين ثلاثة أربعة يلي. ويقود مثل ما قلنا لردود أفعال أو لسلوكيات مؤذية سواء للشخص نفسه أو الناس اللي حواليه. مرضى اضطراب الشخصية الحدية في عندهم سلوك متهور، سواء مثلا بيكبس زر على الأمازون أو على الإيباي بيشتري ب 500 باوند بكبسة زر صغيرة أشياء ما بتلزمه. ممكن يروح يعمل سكس مثلا مع ناس كتير ما بيعرفهم، كمان بغمضة عين مثل ما بيقولوا. ممكن يروح يأذي حاله بطريقة قيادة سيارة مثلا كتير متهورة، يأذي حاله ويأذي الآخرين. ممكن يروح مثلا يطلع بالليل ويحط حاله بمواقف حرجة ممكن تعود عليه بالأذى أو على الآخرين بالأذى أو إلى آخره. مثل ما قلنا فهو ما بيفكر بالconsequences، يعني بعواقب السلوك تبعه. مريض اضطراب الشخصية الحدية هذا كتير مهم، هو مريض في عنده بشكل متكرر ومستمر تفكير انتحاري، فهو دائما أو بشكل يومي تقريبا عم يفكر بالانتحار، عم يفكر بطرق للانتحار، وعنده شيء بيسموه self harm أو إيذاء الذات. إيذاء الذات ليس بقصد الانتحار بالضرورة، وإنما بقصد كثير أحيانا بيكون تفريغ لهذه المشاعر العنيفة أو الشديدة اللي عنده، فتلاقي بيجرح مثلا بيجيب شفرة أو سكينة وبيجرح حاله، بيحرق حاله بأعقاب السجائر مثلا، بيضرب راسه بالحيط، بيضرب بيأذي حاله، بيضرب حاله، أو أنواع أذى مختلفة. في ناس مثلا أحلى المرضى اللي عندي يمكن يبلع أشياء مثلا ما بتنبلع، سواء بطاريات، سواء بسامير، سواء إلى آخره. فهي كمان أنواع من أذى الناس. طبعا حسب شدة المرض بيصير في شدة لهذه الأعراض مثل ما فهي بشكل عام في عندهم احساس بالبارانويا، يعني احساس انه الناس تكرههم، انه الناس عم تتحين الفرصه لتاذيهم والى اخره. فعاده احتكاكنا كاطباء نفسيين مع هدول المرضى بيكون لما بيجوا على الاسعاف بحاله من ايذاء الذات، مثلا بتلاقي جرح حاله لدرجه انه صار ينزف بشكل شديد، صار بده نقطب له، يعني بده تخيط للجرح مثلا، او بيكون اخذ اوفردوس، يعني اخذ اوفردوس من دواء سواء موصوف له او غير موصوف، مثلا
بعض المرضى تبعي بياخذ ادويه امه او ابوه، بيبلع مثلا شيء 30 حبه من دواء الضغط تبع امه او دواء السكر تبع ابوه او الى اخره، فبيحطوا حالهم بمواقف كان ممكن انه بسهوله يموتوا. وقسم منيح منهم، يعني حكينا انه في نسبه انتحار او نسبه موت حوالي 10%، قسم منيح من هدول بيموتوا بمحاولات انتحار، بس بيكون بينه وبين حاله ما كثير ناوي ينتحر، بس بسبب التهور تبعه فبيكون أذى حاله وبيكون مات بسبب يعني بشكل متهور. فشغله كثير محزنه، يعني حتى لما ما بيكون ناوي انه ينتحر كثير من الاحيان مثلا بيأذي حاله لدرجه انه ما بيكون قاصد انه يموت، بس بيموت بالخطأ خلينا من غير قصد يعني. طيب خلينا ناخذ بس الاسئله قبل ما ننهي. لماذا نقول انه نسبه المجرمين بالسجون هي ثلثين من المساجين؟ هم مرضى باضطرابات شخصيه مضاده او المعادي للمجتمع؟ وايضا لماذا نقول دول رؤساء دول او مجموعات اجرام او ارهاب؟ كيف ممكن ما نتورط ونساوي ما بين المجرم وما بين المريض النفسي؟ وبنفس الوقت كيف ممكن ان الناس ما تستخدم وصف مريض نفسي لكل شخص اساء تصرف او سبب ايذاء؟ هذا موضوع كمان كتير كتير مهم، يعني هذا السؤال إنه هل نحن عم نبرر للمجرمين، سواء كان مجرمين من الناس اللي ارتكبوا فظائع بحق شعوبهم مثلاً، أو مجرمين في السجون أو لسه ما دخلوا على السجون، هل عم نبرر لهم سلوكهم أو لا؟ وهون عاد يعني بدخل بيصير سؤال كتير أخلاقي، سؤال أخلاقي وفلسفي، إنه هل الإنسان كان ممكن يرتكب هذه الجرائم لو ما كان هو نفسه معاني من جرائم ارتكبت ضده، من سوء معاملة بصغره، من مشاكل نفسية تعرض لها؟ فأكيد في نسبة من الناس، وما عم أقول هيك، أنا ما عم أقول إنه كل شخص ارتكب جريمة أو شخص أو شيء مخالف للقانون هو مريض نفسي، بس أنا قلت إنه إحصائياً قسم كبير من هذول المرضى في السجون هن عندهم اضطرابات شخصية من أنواع مختلفة. ناس حكت كتير مثلا عن دونالد ترامب أنه هو عنده اضطراب شخصية نرجسي. ما رح أدخل بصدد أنه هل وافق على هذا الكلام أو خالفه، ولكن لما عم تحكي أنه شخص مريض نفسيا ما معناها أنه أنت عم تبرر له سلوكه، ما معناها أنه عم تقول ما لازم نحاكمه أو نعاقبه على إجرامه أو ما كان دريان بالإجرام اللي سببه الأذى اللي سببه للآخرين. بس هذا يعني سؤال كتير حلو، وكمان بيدخلنا بنقاش كتير جميل ممكن نتناقش فيه بوقت آخر. سؤال تاني دكتور بلال، أو سؤالين دكتور بلال. كيف يتجنب الإنسان الأذى من أصدقاء ومعارف يظن بشكل كبير أن عندهم اضطرابات شخصية تؤثر على من حوله، مثل النرجسية والاعتماد أو التحكم بالآخرين؟ الجواب يعتمد انه هل انت بيهمك الشخص. اذا بيهمك الشخص لازم تنصحه، انا برايي وبرايي المهني يعني والشخصي، لازم تنصحه وتقول له يمكنك عندك مشكله، شو رايك نروح نشوف اخصائي. اذا ما بيهمك الشخص بجوز بدك تتجنبه لحتى تقدر تحمي حالك من اذاه يعني. ف that's the best I can say، يعني هذا احسن شيء يمكن نقوله للاجابه على هذا السؤال. بالنهاية كثير من هدول الناس لحتى يبلشوا يعني ينأذوا هن نفسهم، لحتى مثل ما عم نقول إنه الناس تنفض من حولهم، لحتى يبلش يحس إنه أنا إذا كل ما عم أدخل بإنتراكشن بنقاش مع أي حدا عم أطلع الشخص الآخر عم يزعل مني، فأنا العامل المشترك بين كل هدول الناس، فغالبا المشكلة فيني، فيروح بيدور على مساعدة. بس غالبا بتطول الشغلة فترة طويلة كثير لحتى يقتنع إنه في عنده هو مشكلة. في هالأثناء يا بدك تحاول تساعده إذا بيهمك، يا بدك تبعد عنه وتحمي حالك إذا ما كتير الشخص بيهمك. سؤال ثالث، عذراً تكرم عينك، هل الـ NHS ممكن يغطي علاج اضطرابات شخصية ولا لازم برايفت؟ نعم، الـ NHS أنا شخصياً السيرفيس اللي بشتغل فيها هي سيرفيس للـ NHS، وهي سيرفيس نحن بنختص بعلاج اضطرابات الشخصية. العلاجات النفسية السايكوثيرابي، يعني خدمات الصحة السايكوثيرابي، خدمات العلاج النفسي ضمن الـ NHS، يعني علاج نفسي عكس علاج دوائي، هي معظمها تتعامل كمان مع اضطرابات الشخصية. الـ NHS فيها بمانشستر مثلا تحديدا، الـ NHS في مانشستر فيها كل أنواع
العلاجات النفسية، والعلاج النفسي في عدد كبير من الأنواع، فيها كل أنواع العلاجات النفسية المثبتة علميا أنها فعالة في اضطراب الشخصية، الأشياء على الأنواع اللي حكينا اللي هو اضطراب الشخصية الحديث. ففي عدد، ما بدي أدخل بالتفاصيل التقنية، بس في عدد من العلاجات النفسية اللي نسميها evidence based، يعني مثبتة علميا بتجارب أنها فعالة، وكل هذه العلاجات موجودة في الـ NHS في مانشستر وفي معظم أنحاء الـ UK. فأنا طبعاً في long waiting list، يعني في فترة انتظار طويلة، فبس أنا من أنصار أنه دائماً نروح على الـ NHS كمرحلة أولى. اللي مستعجل ومعه مصاري يروح على الـ private كمان بيصير. أنا شخصياً ما بشتغل أي private work، أي عمل خاص يعني أو قطاع خاص. سؤال من راند، كيف فينا نتعامل ونتعاطف مع شخص نرجسي بهمنا كثير؟ يعني هذا سؤال جوابه ما راح يكون كثير سهل، بس الشخص النرجسي، النرجسية الزائدة هي غالبا هي آلية دفاعية لإحساس، آلية دفاعية ضد إحساس الشخص بالنقص داخليا. يعني الشخص اللي عم يظهر أو عم يحاول يقنع حاله ويقنع الآخرين بأنه هو أفضل من، وهو حالة خاصة وأفضل من كل الآخرين، هو غالبا هي آلية دفاعية عن إحساسه بالنقص داخليا. فإذا قدرنا نشوف، يعني بالإنجليزي يقولوا see through، يعني نشوف خلال هالشخص، نشوف أنه هو شخص عنده إحساس شديد بالنقص والضعف والخذلان والانهزام وإلى آخره، والشيم كمان، شيم يعني العار أو الذنب أو إلى آخره. فإذا قدرنا أنه نشوف أنه سلوكه النرجسي هو response، يعني هو رد فعل على إحساس بالنقص، ممكن هذا شوي خلينا نشوفه أنه هو شخص مسكين وليس هو شخص غليظ وسيء مثلا. فحاولت، يعني بتصور هذا أحسن شيء بيطلع معي. سؤال من ندى، هل هذا الشيء يصير بسبب أنه هو طفل بيوقع على رأسه؟ إصابات الرأس، يعني ردود الرأس، ماني متخيل أنه ردود الرأس، عم نحكي أن شخص وقع مثلا صار عنده إصابة بالرأس، ماني متخيل أنه الرد نفسه هو يسبب أو يؤهب لاضطرابات الشخصية. الرد النفسي خلينا نقول، أو الريسبونس أو الرياكشن أو رد الفعل النفسي على هذه الصدمة الجسدية، قد يكون ورد فعل الناس الحواليه على هذه الصدمة الجسدية قد يؤهب لمريض يصير معه اضطرابات شخصية. يعني مثال التقليدي مثلا هو أنه شخص كطفل بتعرض لصدمات جسدية أو نفسية مختلفة، بيجي على البيت مثلا عم يضربوا الأولاد بالمدرسة، عم يوقعوا ويفشكلوا إلى آخره ويأذوا، بيجي على البيت، بالبيت الأم ما أنا كتير مهتمة فيه، بيقول لها أنا عم يضربوني الأولاد بالمدرسة، تقول له قوم حل عني أو روح أحكي مع أبوك أو ماني فاضية لك أو شو هالأمر العظيم هذا كل الناس عم تنضرب أو هيك. بيوقع مثلا على راسه وبيجي لعند امه بيقول لها انا هيك صار معي، بتقول له خلاص حل عني. فهذا اللي بسموه الانفاليديشن، يعني هذا لما الام او الاب بتقابل الطفل من غير، بترد عليه من غير تعاطف، من غير اهتمام، هذا يؤهب في المستقبل لاضطراب الشخصيه. ولكن الصدمه نفسها الجسديه غالبا ما هي بحد ذاتها سبب لهيك شيء. طيب الله يخلي لك جوزك يا رند. بتصور أنا خلصت، يمكن خلص الوقت عنا. كلمة سريعة على العلاج والإنذار، مثل ما قلت العلاج هو علاج نفسي وغالبا صعب جدا، ولكنه فعال في عدد، في بعض أنواع الاضطرابات الشخصية بشكل خاص. مثلا شيء المدروس أكثر شيء مثل ما حكيت هو اضطراب الشخصية الحدية، اللي حاليا في عنا شيء 4 أو 5 أنواع من العلاجات النفسية، يعني psychotherapy اللي مدروسة واللي معروف أنه هي تساعد بشكل كبير في مو شفاء وإنما تحسين وضع المريض بشكل كتير كبير وتقريبه لحياة طبيعية. الأدوية دورها محدود جدا. في بعض الأمراض النفسية، الاضطرابات الشخصية اللي ما أنا كتير مدروسة من الناحية العلاجية، مثل اللي حكينا عنه الـ odd and eccentric، يعني غريب الأطوار،
النرجسية علاجها كثير صعب يعني تتطلب سنوات طويلة قد تكون من العلاج النفسي. اضطراب المضاد للشخصية المضادة للمجتمع علاجها كثير كثير صعب. الشيء الظريف انه مثلا مثل ما حكينا بالاضطراب الشخصية الحدي اللي هو اكثرها دراسة، غالبا الناس بلشت تتحسن، على الاقل تتحسن من الناحية السلوكية، يعني بخففوا شوي من التهور تبعهم، بخففوا شوي من إيذاءهم لحالهم ومحاولات الانتحار المتكررة اللي عندهم. شوي شوي كل ما كبر الإنسان بتخف، بيهدى يعني بيروق أكثر أو بينضج عاطفيا ونفسيا، وإن كان إحساسه بذاته إحساس الفراغ هذا الموجود، عدم يعني معرفته بأنه هو شو، الـ sense of self غالبا بيضل ما كثير بيتحسن، ولكن التظاهرات السلوكية لهذا المرض تتحسن. كثير من الأحيان الخدمات الصحية تؤذي هدول المرضى، ردود أفعالنا نحن كعاملين في الحقل النفسي تجاه مريض مرضى مثل مريض الاضطراب الشخصية الحدية، ردود أفعالنا بطريقة خشنة وعنيفة عليهم، هذا الستيغما الوصمة البريجيديس اللي حكيت عنه تجاه هدول المرضى. يعني إذا أجاني مريض مكتئب وحاول ينتحر لأنه مكتئب، معظم الأطباء النفسيين بيتعاطفوا معه أكثر بكثير ما يتعاطفوا مع مريضة حاولت تنتحر لأنه البوي فريند ولا جوزة حكي معها كلمة خشنة مثلا، ضمن سياق اضطراب الشخصية الحدية. فنحن اوريدي بذهننا في عنا نوع من التحيز، الفعل هو نفسه الانتحار، ولكن مرضى اضطراب الشخصية الحدية وغيرها غالبا نتعامل معهم نحن العاملين في الحقل النفسي وأطباء نفسيين معالجين نفسيين نتعامل معهم غالبا بشكل خشن، بشكل ما له كتير لطيف، بشكل يمكن بيزيد إحساسهم أو بيعزز إحساسهم بأنه الناس حوالي ما كتير بتحبني وأنا شخص مكروه وأنا شخص سيء أو إلى آخره. فبنفاقم هذا اللي يسموه الأياتروجينيك هارم، يعني الهارم يعني الضرر الناتج عن الطب، يعني الطب نفسه ممكن يؤذي هدول المرضى بدل ما يساعده ويفاق حالته عبر الزمن. بتصور هذا كل شيء عندي. كلمة أخيرة على جلسة على جلسة الأسبوع القادم، السبت القادم اللي هو ما قبل العيد، وقفة العيد يعني الساعة 5 المساء بتوقيت مانشستر، هلأ عنا حوالي بعد 6 المساء. فالجلسة القادمة هي 5 المساء السبت، راح نحكي عن موضوع بيهم كتير السوريين تحديدا، اللي هو عن الردود والصدمات النفسية والعاطفية، والشيء اللي بنسميه تناذر ما بعد الصدمة النفسية أو البوست تروماتيك ستريس ديسوردر. ونلقاكم الأسبوع القادم، وشكرا جزيلا، مع السلامة.